الحمد لله رب العالمين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد، من ذكرت لنا عنه خطابه لصديقه الصديق أبي بكر في الغار فقلت: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صلي وسلم وبارك وكرم في كل حين عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معاجن الأنوار وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإلى إخواننا في الله تبارك وتعالى المقيمين بكندا وغيرها من بلاد الغرب خاصة والأرض عامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وثبت الله قلوبكم وثبت أقدامكم وأجر الخير لكم وعلى أيديكم. ألا وإن في كل ما ينازل الأمة وينزل بها لحكما عظيمة وأسرارا فخيمة يجب أن تمتد منكم الأنظار إلى استجلاء تلك المعاني الكبار والحكم اللطيفة من الكريم الغفار جل جلاله بصدق الوجهة إليه والاعتماد والاستناد إليه جل جلاله وتعالى في علاه. وإن من عظيم واجبكم في هذه الحياة أن تكونوا على الرضا التام عن الله ليرضاكم الله تعالى في علاه، وأن تنطلقوا في قوة تزداد ووجهة تقوى في حسن الاقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه في مقابلة مختلف الأحداث والمجريات، وأن يكون لكم في كل ذلكم ثقة بالحق تبارك وتعالى واستمساك بالرجاء فيه مع الخوف منه لتستقيم وتعتدل فيكم حقائق إسلامكم له وإيمانكم به وإحسانكم معه جل جلاله وتعالى في علاه وإحسانكم له، وبذلك تحيطكم الألطاف من كل جانب ويمدكم بالإسعاف الكريم الواهب جل جلاله. وفي كل ما جرى من هذه الأحداث في هذه الأيام إرادة ربانية ينطوي فيها أنه يريد إظهار دينه في البرية، وجرت سنته أن كثيرا مما يحب إظهاره لا يظهر حتى يسلط من يعتدي عليه أو ينتقصه. وفيما شاع بين الأمة قول بعض الحكماء من شعرائها: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ومع ذلك كله، فإن العلاج الصحيح تفقدنا لأحوالنا وشؤوننا وصفاتنا في الاتصاف بما دعانا إليه الحق ورسوله، وتحققنا بذلك وإبراز ذلك الجمال في كل مجال لمن يجالسنا ومن يرانا ومن يعاملنا. وكان في أبرز صفات نبينا الحلم، وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. ونتفقد أنفسنا فيما قصرنا فيه في قيامنا بحق الله وحق عباده سبحانه وتعالى، فالمؤمن أولى وأوفى، المؤمن أولى
بأن يكون أوفى بعهد الحق تعالى، وأولى أن يكون الحامل الأمانة والرحمة والنفع للوجود كله عامة ولبني آدم خاصة بالهدي الذي حمله الأنبياء وجاءنا به خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلتكونوا في حسن تفقد لما يجب أن تقوموا به علما وعملا وذوقا ودعوة إلى الله، ولا ينازلكم شيء من القلق ولا من الخوف من غير الله تبارك وتعالى، وإنما يخاف المؤمن تقصيره في جنب الله وإعراضه عن مولاه تعالى في علاه. وأحسنوا التعامل مع كل ما يطرأ، بل اغتنموا هذه الفرص التي نازلت لديكم بحسن ترجمتكم لحقائق إسلامكم وإيمانكم وصلتكم بالله ورسوله فيما تقابلون وتعاملون به الناس من حواليكم أمام هذه الحوادث التي حدثت، وهي مفتاح لأن يفقه كثير حقائق الإسلام وأن يهدي الله كثيرا من عباده، وأن يتدارك من سبقت له السعادة أيضا نفسه من المسلمين بالرجوع عن الغي الذي يكون عليه والضلال الذي يضل به سواء في نفسه أو أسرته أو أولاده أو معاملته للحق أو معاملته للخلق. فليكن ذلك منبها ومذكرا لنا، وليكن ذلك فرصة من فرصنا لتقويم صلتنا بالحق وحسن نصرتنا للحق في الخلق بنشر الحق بين الخلق. ثبت الله قلوبكم وأقدامكم وشرح الله صدوركم، وأكثروا الدعاء والاستغاثة بالحق جل جلاله، وحافظوا على أذكاركم، وأبشروا بوعد الله المقبل حتى لا يبقى بيت إلا وفيه دين محمد، بذل ذليل أو عز عزيز جعلنا الله وإياكم ممن يعزهم بذلك ويجري عليهم ذلك العزة ليحوزوا الخير هنا وهنالك، والحمد لله رب العالمين.